من ليفربول نروح لصفحة مانشستر يونايتد واللي نشرت صورة لبول بوجبا من آخر مباراة للفريق وعلقت وكتبت بوجبا سجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين في آخر 5 مباريات في الدوري. من يونايتد نروح لمانشستر سيتي واللي عنده مباراة أمام هادسفيلد بكرة ونشرت الصفحة الرسمية للفريق صور من التدريبات وكتبت شعور يوم الجمعة. كمان احتفلت الصفحة بعيد ميلاد بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي ونشرت ليه صورة وكتبت صاحب العيد ميلاد. صفحة بليتشر فوتبول كمان نشرت صورة جرافيك لبيب جوارديولا بمناسبة عيد ميلاده وكتبت عيد ميلاد 48 سعيد لبيب متحمس لمزيد من الألقاب. نروح بقى لتشيلسي واللي عنده النهاردة طبعا مباراة كبيرة جدا قدام أرسنال في الدوري ونشرت صفحة الفريق صورة لماركوس ألونسو من التدريبات وعلقت الاستعداد للأرسنال. كمان نزلت الصفحة صورة جرافيك لتقديم مباراة الديربي النهاردة وبيظهر في الصورة إيدن هازارد وكتبت إنه يوم الديربي. حلوة. نروح لمبابي واللي نزل صورة على صفحته الرسمية بتجمعه بالنجم الكبير ديفيد بيكام وكتب على الصورة الإفطار مع الأسطورة أنه من دواعي سروري مقابلتك أنت ملهم بالنسبة لنا جميعا. آخر صورة معانا من صفحة جيف مي سبورت واللي نشرت إحصائية بين كريستيانو رونالدو وميسي في المباريات النهائية. الإحصائية بتقول أن رونالدو لعب 27 مباراة سجل